كرهتنا احنا كل يوم. الله كرهتنا في كل يوم. عقبال ما بنجهز وعقبال ما بنخلص وعقبال ما استلمنا فبناخد وقت. متأسف على التأخير. النهارده الشغل كله مستورد. من أول دفعة جينا من بره. وزي ما وعدتكم إن هيبقى فيه عروض عليه وهيبقى فيه حاجات سعرها كويس. وفي فكر جديد عملناه في لمسة، لأن لمسة على طول بتتطور، ولمسة على طول بتتطور من نفسها. يعني إحنا طورنا من نفسنا. لحظة بس قبل ما نبدأ الحمام. باب يا فرد. إحنا بنطور من نفسنا بس مستني الناس تجمع وأقول لكم إيه اللي هنعمله. بصوا إحنا هنبتدي نتفرج دلوقتي على الشغل. الحاجات أول حاجة بس الناس اللي بيسألوا على الرجالي، دي سلاسل رجالي أهي. دي سلسلة رجالي أهي. خفت وباينة كده أهي. بص دي سلسلة رجالي أهي. سلسلة رجالي عاملة حوالي تحفة قوي. تحفة قوي رجالي. عشان نسألك على رجالي. احنا كل التيكت الأصفر ده عليه عرض. كل التيكت الأصفر اللي عليه لمسة بالأصفر. شايفين الدلع؟ مفيش دلع بعد كده يعني. لمسة بالأصفر ده هيكون بعرض على طول. على طول. على طول. احنا على طول هتبقى مصنعياتنا متحددة. هتبقى الشغل بتاعنا بألوان تيكت. بألوان الباركود. كل باركود هيكون بسعر. كل لون باركود هيكون بسعر. عشان احنا خدنا ده بصراحة من الفكر ده. احنا خدنا الفكر ده من البلدات الكبيرة زي لازورتي، زي ايجيبت جولد، زي كرمينا، زي كينج. وريهم وريهم يا رودي. لا قول بصي يا رودي انت اعملي اللي نفسك فيه. لمسة تعمل ايه؟ تعمل عظمة. خش على العظمة. بصوا يا جماعة الجرومات بقى كما يجب ان يكون. بصوا الطعامة والحلاوة. ده خطير بصراحة. ده عاجبني قوي بصراحة يعني. بصوا الحلاوة بتاعته. بصوا حلو قوي قوي. الواحد عامل ازاي؟ ده نص ونص لو تاخدوا بالكم. شايفين؟ فظيع. شايفين الجمال؟ وبعدين كمان عايزه اقول لك ان عادي لو حطوا القفل برده هنا يعني. شيك برده. شيك. يعني مش شرط عشان لازم يبقى فيه ستراس ما تلبسيهوش عند القفل، لا عادي اعمليه كده او اعمليه كده. ده ما لهوش عرض. العرض على التيكت الاصفر بس. هما يشوفوا. الان دي مثلا حلقه ثانيه. بصوا يا جماعه الحلقه ده جامد جدا. حلو. على قد كوبرو ده يعمل 3000 جنيه. طب والمصحف تحفه. لا بقى تقولي ان هتقيل على ودنك ولا هيوجع لك ودنك. لا هتلبسي حلق كبير وتتدلعي وتتشخلعي و3000 جنيه. من ايه سولو؟ ما تيجوا نشوف. بص الحلقه دي. بصوا الطعامه بقى. بصوا كوبرو. بصوا الطعامه بقى والدلع. بصوا كوبرو مع شعر بقى. ترفع شعرك لفوق يا سلام بقى لو رفعت شعرك فوق كحكه كده بقى وظبطتي التظبيط ولبستي الحلق. هيعمل معاكي عظمه. ما احنا لمسه ليه؟ احنا بنعمل عظمه. عظمه المحجبات. لا 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 دلع المحجبات. عظم المحجبات وجمال المحجبات. ايه ده؟ ايه السيارة دي؟ ايه الطعامة دي؟ ايه ده؟ لا لا ايه ده؟ والله؟ لا 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 ما تقولش 4500 جنيه. إيه؟ وريهم الشركة. باين؟ وايه فيهم جرومت وكارتير وايه وحركات جامده. اوعى حركات جامده. اوعى يا معلم. اوعى يا معلم. اوبا العظمه. اوبا العظمه. ده لسه فيه عظمات. شوف لسه فيه عظمات. ده لسه فيه تحف جايه يا جماعه. لسه فيه تحف. مش احنا بنعمل عظمه؟ كل ما نتلاقي. بصوا بقى دي. بصوا دي يا جماعه قد ايه. بصوا اهي اهي. شايفين اهي بتقول تلاقي اهي. لا وايه دبل؟ طب بلاش دبل من تحت. فين 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 اهو اهو. استنى هنا اهو. اعتبروا دي رقبه. دي الرقبه اهي. هتبقى دي على رقبتك ودي نازله من تحتيها. ده براحتك. طب عايزين نلبسها بقى بطولها اهي. بص طول قد ايه. بصوا يا جماعه تحفه. شايفين؟ انا غيرت تكين غيرت الشتات. جدا بتتلبس طبعا زي ما قلنا على مرتين. لا دي بص دي تعمل حوالي 10500. دي ممكن كمان تعملها ثلاث ادوار. تتعمل ثلاث ادوار. ممكن تعمليها ثلاث ادوار لو انت حاجه جدا. طبعا تدلعي نفسك بيها. نفسك دي نفسها برضو نفس الكلام. دي نفسها. طيب نشوف برضو العظمه دي كده يا رودي. ليه بستنى ليه؟ دي باين؟ حوالي 30000. الكوليه عامل حوالي 30000. ايه الشبكه عندك وقفت؟ والانسيال حاجه صغيره ويرجع تاني. تمام تمام عادي عادي.
والانسيال. الكوليه طبعا طبعا الليركس ده اصلي اوريجينال ايوه ما فيهاش كلام، وبعدين كمان مع حلق وطقم كامل، هو كامل مع الحلق مع كل حاجه. الحلق الحلق تحفه، ممكن يبقى طقم شبكه حلو قوي برضه يعني يمشي لو انت بتحبي الحاجات اللي هي الستايل بتاع الرولكس يعني، طب حلو قوي معاكي. ممكن نطلع على بيتها كده. بص ده كله يا جماعه ب 3400 جنيه. في كده في الكلام لا 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 انا اروح بقى. لا يا جماعه احنا بنعمل عظمه يا جماعه والله. الكارتين طعم الكارتين معاه حلقه اهو، نسيت اوريه لكم. يغطي على الانفينيتي اللي نازله. جميل خالص. حلو قوي. ب 2200 جنيه. يا خرابي. يا حلاوتك يا لمسه. والله العظيم ده لو موجود هنا في مصر او مصنع مصري اللي عامله ده بتاع 6 جرام يعني بتاع حوالي 5000 جنيه. طيب يلا بص ده طقم كامل برده رقيق جدا. خلي على بتاع ده بس اهو مش لازم يا خراشي على الطعامه ده. لا ده الرواية ده لازم تقيسه. معلش معلش. ليه بقى؟ الحاجات الرقه دي ما تبانش جمالها العرق غير العرق ده بجد. الله الله على الطعامه وعلى الشياكه. الله استنى الله الله ايه ده ايه ده يا جماعه؟ طبعا انتوا عارفين ان الرويده بنت اختي ان هو خالي يا جماعه. ايوه بنت اختي خالي. وانا بحب اعمل معاها اللايف عشان ببقى براحتي معاها. وطبعا ده الانسيال وطبعا ده الانسيال بتاعها بتاعه عشان برضو ايه الحلاوه والطعم بين الكوليه. النبي يا ابني ما اعرف بكام لسه هشوفه اقول لك. والله العظيم انا هشوفه اقول لك. استنى الطعم ده معاه حلقه عشان نقول الباكج على بعض. بصوا الطعامة ايه يا جماعة. بصوا بقى ايه تاني نمشي ورا ايه. طبعا ده في شكل تاني منه هو الهولوم مختلف شوية وشكل تاني اهو يعني ايه وريهم الاشكال اللي زيه. وفي شكل تاني هناك اهو بالظبط في منه اشكال يا جماعة يعني برضو عايزين نعمل حسابنا ان هو في منه اشكال. بنوريكم كل حاجة زي ما هي من بنتي بقى وجمالي. بصوا بقى ده بصوا ده وجمال. لا ده لازم يتقاس يا ابو يا نهار ده اسانسير. بصوا بصوا بص الفكره دي بصوا بص. اعملها على الاسود. احنا هنعملها على الاسود طبعا. دي اهي السلسله اهي اهي خليها كده اهي شايفين كده. طب انا عايز اغير الشكل اهو خلي دي كده. لو عايز تخلي دي مثلا على رقبتك ودي نازله منها على رقبتك خالص اهي مثلا اهي ودي تبقى نازله. طب عايزينها تبقى متساويه عايزينها كده براحتنا براحتك براحتنا. حلوه قوي على فكره اهي اهي لمسه لمسه اهي لمسه. بص بكام دي بقى؟ 3200 يا نهار ابيض. تقريبا ممكن تطلع اقل من كده على فكره مع حساب مع الحسابات مع الرخص المصنعيه والعروض اللي احنا بنعملها لان احنا بنقول تقريبي بص الطعام صدقني ما بيبانش فعلا بص الطعامه الابيض الابيض ما بيبينش انت عارف الابيض ساده هيبين لكن هو عشان الاسود اللي فيه ابيض كده حلوه قوي قوي. انت قلت سعرها 2400 هي طويله بس انا بوريكم الشكل هوريكم طولها دلوقتي فين اهي ده شكلها الفراشات اللي فيها وده طول القفل عند القفل الطول اهو لحد هنا لحد بعد البتاع ده بتاع التيشيرت ده اهو بعديها بشويه وهي عايز اقول لكم عايز اقول لكم على حاجه. انا عايزك تعمل لهم توقع بقى تاني هنبدا في توقع عايزك تعمل لهم توقع تاني يلا يلا. لا لسه في 4 توقعات. بص ده ده عامل 6000 جنيه يا خلاص. معلش يا رودي عليكي كده ولا اقول لك يا رودي ولا اقول لك يا رودي اهو. بصوا الحمصات وبصوا وطويله على فكره شويه في كده حلقات جرومات كمان حلقات جرومات شايفين الحمصات اللون الروز جولد التفاصيل يعني لمسه الشياكه يعني لمسه الشياكه يعني لمسه يا طعام دي وجمالها مع الجروميت الجروميت كده والعين هتعمل 12000 جنيه على قد كوبري هذا والله العظيم تستاهل والله العظيم شايفين السلسله كلها جروميت يعني السلسله اهي بصوا كلها جروميت اهي في منها المفتاح يا رودي بص المفتاح ده المفتاح برضه ترند بس دي هتعمل حوالي 7000 بس طب ده حلو قوي اهي المفتاح برضه 7000 المفتاح والقفل طالعين ترندي كده الايام دي اللي هو قلب ومفتاح والقفل ومفتاح وكده برضه بتاعه خطر الازرق لا ملاحظه العين بس العين اللي نازله فوق كل ده مينا مش فسوس ده كله ذهب يعني كل الورده دي ذهب مظبوط ب 22000 جنيه برافو عليكي مبروك يا لولو 22000 جنيه يا لولو الله
رسالة عن طعومة يا جماعة. بصوا الرق. بصوا الطعومة. بصوا الرق. حلوة قوي. حلوة قوي قوي. شيك قوي. براند. بصوا. براند. لان اكتردهم اكترد الشغل اللي وصل براندات. طب ده كويس انا جزت اسود. حلوة قوي المفتاح والقفل وشنطة. وشنطة. والسلسلة جرومات. سلسلة جرومات تقيلة كمان. مش جرومات خفيف. لا حلوة قوي بصراحة الطعم ده. ده هيبان. ده هيبان يا ده هيبان اهو. ده باين عليكم الارهاق. ده باين اهو. والله فعلا احنا مرهقين جدا ومتعب جدا بس كل ده القفل على شكل عين. القفل بس كده. اوبا بيتفتح كمان. اهو. يعني ممكن اصلا تاخدي القفل ده تعمليه في دلاية في سلسلة لوحده عادي. اهو. لو مش عايز تلبسي مثلا هواكي مش جايبك تلبسي جرومات النهاردة تلبسيه في سلسلة فاضية عادية. بس يا جماعة. اهو. بس يا جماعة في حاجة انا عايزة اوضحها على الموضوع دوت. القفل ده مع الكلية. يعني ما ينفعش افتحه ارمعلك القفل ونسيب الكلية. ده كامل على بعضه. ان انت تفتح الكلية وتقفليه في سلسلة تاني ده معاكي في البيت. دي اصلا سريع دوتي. دي صفحة. بتضيق وتصغر زي ما احنا عايزين اهو. زي السبحة. زي السبحة. بصوا سبحة بس رقبية. اهو احنا عايزينها قصيرة كده. بس وليه جرومات. عايزينها قصيرة كده. جرومات اهو. اهو. بصوا يعني احنا عايزينها قصيره كده. طب عايزينها طويله محجبات تفتح. طويله تطوليها بقى من هنا. ايوه تاني 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 تاني. ايوه تعالوا بقى دي معايا بقى كل محجبات في كده غير في لمسه. لا القفل الجميل ده اهو برضو حلو قوي. كمان السلسله بتاعته تحفه ضخمه ب 15000 جنيه. بس اللي انا بدي لكم ده حاجات تقايل يعني حاجات تقيله جدا. ده طقم جروميت كامل زي اللي كانت لابساه رويده. الكولي يعمل له حوالي 23 او 24 الف والانسيال يعمل له حوالي 12 الف. تحفه حاجه زي كده. ده شانيل اوريجينال اهو يعمل حوالي 10000. لا هي كده تعمل حوالي 10000. في منه بقى كذا شكل اهو. الرولكس بنتي مع الكارتير. ايه 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 الطعومه دي. لمسه لمسه بتعمل عضله. لمسه يا بنتي. لا لمسة. بص ارفع ايدك كده وهات التليفون من فوق. والبرجاني. أيوة. بصوا كده عندنا كام براند مختلفين. بلغاري شانيل رولكس كارتير. انفينيتي مع كارتير. مع كارتير بس هي شركه كارتير اللي عاملاه. اوكي. وده فيرزاتشي. الفيرزاتشي تحفه. فيرزاتشي ماتيا خالد. برزاتشي ماتيا خالد. حلو قوي. الواحد يعمل حوالي 10000 تقريبا. طب حلو قوي. بصوا الرونق بقى على الحق. بصوا العظمه. بصوا العظمه وبصوا الجمال والمتانه. تحفه. حلو قوي قوي الكولي ده. قوي. خطير. يلا. بقى لنا كتير ما جبناش جبناها. حلوه قوي السبحه دي. قوي. ايه؟ ايوه كده. احنا تهنا ليه؟ بصوا بصوا لا وبعدين السبحه دي مختلفه عن السبحه الثانيه. عن السبحه التاجر الثانيه. لان دي بصي الكوره كبيره ازاي؟ اهو. إيه؟ حتى رسمه ال ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ في كده في لمسه؟ لا اهو. البرجيري ده عظمته. الطقم ده البرجيري الاصلي. ماشي؟ ده بيتباع بره ب 550 مصنعيه. ده بيتباع بره ب 550 مصنعيه. مع العرض بتاعنا الموضوع يختلف. ما تيجي نشوف. ما تيجي نشوف. ايه ده؟ بصوا بصوا ايه ده؟ باين على فكره. لا وبيتفتح ازاي؟ بصوا بيتفتح ازاي؟ بق سوري التعبان هو اللي بيفتح. اهو البق. البق هو اللي بيفتح وبندخله في الدايره دي اهي. شايفين؟ حلو قوي. طب ما توريهم ده على ايدي كده يا رودي. عشان بس نقول لهم الطقم يعمل كام؟ وهيفوقوا بالمصنعيه. هيفوقوا بالمصنعية. والله؟ والله العظيم. الطقم ده يعمل له حوالي 65 جرام. 65 جرام. ده يعمل له 65 جرام. القمر دي اللي ما ينفعش يبقى عليها عرض بس لمسه بتحبكم. وعملت عليها عرض. وعملت عليها عرض. تعمل حوالي 10000 جنيه مع عرض لمسه. هي تعمل لها حوالي 11. انا هعمل لكم كده. تعمل لها حوالي 11 بس هي والله. مع عرض لمسه تعمل لها 14. بصوا هي دورين انا بوريكم الاشكال الدورين هتبقى عامله ازاي وده طولها. الطول بتاعها اهو.
ده الطول بتاعها. بس هي بقى الدورين دي دي شيك قوي برضو تعملها في 10. الاسود والابيض اللي فيها حلوه قوي 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 قوي. وبصي دي كمان دي كمان عجباني قوي. دي للمحجبات. دي خطر. دي للمحجبات. بصوا يا خراسي لمسة بتعمل خطر. بصوا الـ السلاسل برضو اللي نازله منها اللي فيها الحمصات دي حلوه قوي. تعمل 28,000. تحفه جميله. جميله جميله. وفي منها الشكل ده كمان. الشكل ده الحاجات دي يا جماعه تلاضل معاكم الحديد. الحاجات دي تقيله مش خفيفه. وما بصوا الجمال. الطعام بقى الشياكه بقى الشياكه بقى. وبي... على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم احنا اقل من المصري عشان كمان يعني التيكت الاصفر ده اقل من المصري. احنا عندنا اللازوردي ب 120 و 150 تحفه. امال احنا لمسه ليه؟ احنا بنعمل عظمه. طيب الصوره دي تعمل كام يا رودي؟ تعمل لها حوالي 9000 جنيه مع عرض لمسه. طب هي بصوا ديت دي على قد الكبرى. دي على قد الكبرى. لو هما اخترعوها تعمل 13,000. يعني هما كمان اخترعوها 13,000. بصوا دي حوالي 8,900. بصوا فيها اشكال كتير قوي كلهم نفس ال التيكت الاصفر ده ايطالي. ايطالي كل ده ايطالي. كل الحاجات دي ايطالي. كل ده ايطالي. استنى استنى نوريهم. دي عايزه تشوف لوحدها كده. ايه ده؟ ايه سي يا رودي؟ بص بص ايه سي يا رودي؟ اتفضلي يا رودي. خلاص مفيش صورة تاني. استنى في صورة تاني؟ بصوا ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه العظمة دي؟ باينة؟ حلوه قوي الوانها كمان تحفه. ده بيتكلم فعلا. وريهم الابيض تحفه. الابيض شيك. شيك الابيض تحفه. ورده بصو. وقلب وقفل ورده في تقريبا خمسات كله اهو. حلو قوي قوي. ولا احنا لمسه ليه؟ احنا بنعمل عظمه. اهو بصوا بصوا الشياكه. لسه استني يا رودي. استني يا رودي. وريهم العظمه يا رودي. اهو ايه الطعومه دي؟ وريهم الجمال يا رودي. ايه الحلويات دي؟ خدي يا رودي اهو اهو. ده يعمل حوالي سبع ولا ده بقى اشتري شويه عشان ما يتلخبطوش. اه لا ده عايز لبس لوحده. اه الحمر ده عايز لبس لوحده. بص يا جماعه اشكال. طيب استلم ده لوحده. جامد ده جامد ده. بص مدلدل من كل حته. بص ايوه بص هنا. لا العيون العيون الحمرا. بص العيون جابت اخرنا. العيون جابت اجالنا. جابت اجالنا. ماشي في حالنا. آه. والازرق. بص تعالى يا العين. طب انا عايز توقعوا تعالى العين دي. وريهم كمان الازرق بتاعتها. والازرق بتاعتها. الازرق بتاعتها تحفه برضه. بس هم شكلهم تقيل قديهم قوي. الغا احسن. كبانه شويه من بره. بص. دي انا خلقها لكم فجاه. اقول لكم نعمل عليها عرض. يلا. شكلت الحلقان دي. 900 ايه؟ في حد قال 10,000. لسه لسه. لسه 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 بس يا جماعه ما تزعلوش مننا. هي غلطه. هم لو مش انا هم افتروا علينا. لو مش سكاي فعلا انا يعني هم افتروا علينا. يعني هي انا شايف ان انا هرجعهم. بس انا ايه هسيبهم لمده اسبوع كده. يمكن في ناس بتحب حاجات تقيله. انا مش عارف. انا مش عارف ايه ده. ايه الصدمات؟ في واحدة قالت 23 جرام. 23 جرام؟ انت عايزين ساعة. مش 23 جرام. بصوا دي السلسلة دبل. السلسلة بتاعته دبل. وهي السلسلة والجرومات في النص. اهي. دي السلسلة بتاعته. بس اه لسه متفكش. اهو. جرومات برضو في النص والسلسلة دبل. زي بالظبط شكل الانسيال بس ده كوليه. ده كوليه. اه. كوليه والانسيال. طب بعد اذنك عايزين نشوف وزنه عشان ده مش موضوع. خد المشاه ده دبل. يلا رابع مسابقه. ده دبل. قولوا لنا سعره كام. اه يا خروشي على الطعومه باشا. يلا حلو قوي قوي ده. هوبا رجعنا ليكوا. هنعلم تاني فيكوا. جامدين دايما عليكوا. قافلين كل البيبان. هي المفروض باين كاسحين كل المجال. اهو اهو. لا مش ب 20,000 يعني. هي لا هي غلطه حاجه ما فمش هنقفر على طول. مش هنقفر يعني على طول. وهي اكيد غلطه من المصنع على فكره اكيد.
لان برضو هو صعب صعب وزنها قوي. في منها الالوان دي بقى والعنب الابيض وال التركواز والابيض 14 20 و 14 الله واسمه حلو قوي. و86 يعني كنتوا 21 جرام يعني اعمل له حوالي 18000 تقريبا مع العرض بتاعنا. حلو قوي حلو قوي قوي. هات كده الناس عماله تتوقع في الانسيال 18000 توقع الانسيال لسه في دودي ناصر رايت 8000. فين دودي؟ بصوا يا جماعه اهو باينه دودي النهارده. باين فين؟ ما تاخدها بقى السكرين شوت. مبروك يا دودي. حلو قوي. اخر توقع. لا بس العمر ده شاطرين. لا العمر الله اكبر. خلاص يابا. الحف ب 150. 150 غير الضريبه قدامها. بصوا السلسله دي. السلسله دي مصيبه. فظيعه. دي مصيبه. فظيعه. معلش سامحوني. لا لا خطيره. وريني يا روتي كده شوف قد ايه وزنها. والله بص مصيبه 4000 جنيه 4000 جنيه يا نهار ابيض احلف بالله والله العظيم بروبرو وعريض على فكره يا نهار ابيض. وبعدين معلش دي ما تلبسي معاها حاجه عشان بس لا دي تلبس لوحدها كده. يا جماعه عشان برضو نبقى ما تبوظوش شكل السلسله. السلسله دي ما بتلبسش معاها حاجه يعني ما تحطش فيها تعليقه. تلبس كده لوحدها تبقى باينه كده ما تحطش فيها تعليقه. بص هي فكرتها ايه؟ بصوا العرض بتاعها اللميع فهي زي كوليه مش محتاجة تحط فيها اي حاجة. يعني سي لو احنا مثلا سمعنا الكلام وحطينا واحدة مثلا كده هتبوظ الشكل. لا انا احسن لك تعمل سلسلة عادية وتسيبي دي. بصوا هتشدها هاي. هتشدها مش هتبقى حلو. شايفين باخد كده لازم تتلبس فاضية. بصوا بقى فاضية شفتوها على رويدة الاول فاضية عاملة ازاي اهي. وبعدين نعمة ان هي عبارة عن شتا. بصوا بقى هي كده جاي منها ازاي خطيرة. لمس عظمه يا جماعه. بجد احنا مبسوطين معاكم. الحاجه جميله الاسعار حلوه جدا. فرصه ما تتفوتش على العرض بتاعنا دوت التيكت الاصفر. احنا عاملين عليه عرض ب 100 غير الضريبه والدمغه وطبعا باقي الشغل بتاعنا هيبقى 150 غير الضريبه والدمغه. والشغل الجديد كل اللي جاي هيبقى مع الاسعار على التيكت وكله هيبقى مظبوط ان شاء الله. ومش هيبقى فيه قد اي مجال لاي حد يقول لمسه وحشه. مش هتنفع لمسه هتفضل طول عمرها ان شاء الله نمره واحد بيكم باذن الله باذن الله باذن الله هتبقى بيكم وبمجهودنا لان ربنا ما بيضيعش مجهود حد وبيدي كل واحد على قد مجهوده واحنا بنتفحت شقيانين مش باين علينا ولا ايه؟ ان شاء الله لو عرفنا بكره نطلع لكم اللايف تاني لحقنا خلصنا التكليف لان لسه الشغل ما جاش. هو ده اللي جه بس البراندات لسه باقي الشغل ما جاش لسه في عظمه العظمه. نقول لكم صباح على خير احلى عملاء. باي باي.